هم دقت هم دقت هم دقت. الو ها جنان ها 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 اي مو استوني كنت بالبيت شكو كرسي عداق علي؟ لا ما اتذكر لك ما اتذكر شكو. استغفر الله جنان لك تحكي بابا صاير بهيك يوم احكي. خميس اليوم خميس اي صادق 16/10. استغفر الله لك تحكي شكو بابا. قول البارحة هزة أرضية واليوم الفيز مقطوع طلع عيد ميلاد زواجنا. هي حبيبتي هي طبعا اجيب كيكة راح اجيب كيكة كلش كبيرة بيها شريط اسود واطق لها صورة وانزلها بالفيس واسوي تاج لكل المتزوجين. طبعا احتفل وياك حبيبتي لك اتلقاها منك من الهزة الارضية. هسه لو الله خالقني تيشيرت مال بالله ولا هاي العيشة يا معودة. لا هو ماركة لا هو صيني ما ادري شنو. خلها على البالة ولك يا خالة. خلها على البالة ولك يا خالة. خلها على البالة ولك يا خالة. خلها على البالة. ربي عفوك ورضاك والموضوع ذاك ربي والله تعبت والله والله العظيم تعبت. انسان ليش هيك بده يصير بيه بس على البالة ولك يا خالة. خلها على البالة ولك يا خالة. السلام عليكم. جانا الشغل جانا ولك يا خالة. جانا الشغل جانا ولك يا خالة. جانا الشغل جانا ولك يا خالة. خلني اسمع. تفضل حبيبي. حبيب قلبي انا ما عرفت اسمك. حا حا شنو اسمي؟ حا اخوي انت شو اسمك؟ اخوي انا تي. شنو حا شنو تي؟ بابا تناصبين علي. انت شو اسمك؟ ها حبيبي سين. سين بالله تعال انت منا تصير بالنص. أقلكم تحسين على راس فدوى روح لكم. أنا ترى والله تعبت يعني أنا ليش يجي جاي يصير وياي ما أدري. شكو خير؟ اليوم انقطع الفيز مالتي. لا إيه تستقروا خلنا أحكي. انقطع الفيز مال الكهرباء. خابرت على أهل الكهرباء يقولوا لي من يجلة تطينا فلوس. أنا مين الفلوس؟ اجيت عليكم اليوم أريد تزفوهم أريد تفضحوهم أريد تخزوهم اليوم. أخويا تجينا باكر العصر ونطلع وياك وين متري؟ لك بابا باكر العصر شنو؟ وطنيه ما عندي، جهالي عندهم امتحانات يقول لي باكر العصر. اخويا انا كلش متعاطف وياك، بس احنا عندنا زفه بوزاره التعليم ومطينا عربون. غير يقعدون هيئه النزاهه، لك بابا التعليم شغلته تتاجل، اقول لك كهرباء ما عندي بالبيت. يا معود هلك ليش؟ قسونا بوافات. سمعوا سمعوا. خطيه ذول العريس بو طلاب المساكين. خطيه ذول العريس بو طلاب المساكين. صدق لو قالتهم كرثوم اهل الحب مساكين. صدق لو قالتهم كرثوم. لك بابا يا ام كرثوم سيره الحب تجابه على التعليم. وعدنا زفه عاطفيه ورا شويه. لك حبيبي انا اطلعكم انا تخلصون سالفه الكهرباء اطلعكم زفه عاطفيه. اليوم عيد ميلاد زواجنا بريدكم تشهرونا شهيره. انت ايش قد تاخذ؟ حبيبي احنا ناخذ كل واحد 10 يعني 30,000 ما عدا الشوباش والتوصيل مجاني. خرب حظ الترابي. لك بابا اهل الكهرباء رادوا مني 25. لعد كل واحد 2000 ما عدا الشوباش والتوصيل مجاني. اقول لك شو انت كلش نزلت شنو هالكروك؟ اقول لكم تحسين ترى انا اخذكم على الفحص بلا زعل. سهله شباب سمعوا شي على الكهرباء. طفى علينا ابو السحيب وشلون يا حبوبة. طفى علينا ابو السحيب. اقلكم تحسين تحسين اسمعني ابو السحب ما عندي كل مشكله ويا حتى نزل سعر الامبير ودا يشغل لي ما عندي مشكله. ممنون يا حبوبه شغل علينا ابو السحب. ممنون تحسين رحمه لوالديكم. طلع ابو السحب من راسكم طلعوه. وها ها حبوبه خلونا نلعب طوبه. ها حبوبه خلونا نلعب طوبه. والوطنيه ما تجي وشلون اشغل الصوبه. اي حلو خلونا نلعب. هلا هلا والله خطي اهل السحب. هم راح على ابو السحب. هم راح على ابو السحب. هم راح على ابو السحب. لك بابا ما عندي مشكله ويا ابو السحب. مشكلتي الفيس مقطوع وذولا ما يصلحوه. ابو السحب ما له علاقه بي. لكم والله جلتوا لي رجال. انت سمعوا شي على الكهرباء فضوها. سمعوني شي على الكهرباء فشي قوي زفوهم هناك اريد. صح. يلا خلونا نزف الكهرباء. هو 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 والله قفى صهدول المدراء. يعني وين نروح احنا الفقراء. والله بس اهل السحب رحمونا. ابوكم يا ابو عده اهل السحب يا ود الكلب.